أسعد الله مساكم متابعين الغاليين. صورنا اليوم لكم تويوتا لاند كروزر موديل 2023 فيس ليفت، فئة الفول كامل في XR وجي XR. طبعا الاختلاف في الزوائد في التصميم، إضافة زيت جانبي ألمنيوم على الأبواب. هذه داخلية الفي XR، لا يوجد أي اختلاف سواء في الألوان أو في التخشيب أو في الجلد، نفس ما هي. مقعد الراكب والسائق كهرب طبعا. هناك وضعية قيادة، قيادة. مراتب الصف الثالث طبعا، المراتب جلد، عليها تدفئة، تسخين للأمامية فقط. وهذه نسخة الجي XR، أضواء أمامية هالوجين بدون زوائد، كشاف الضباب LED. مقاس العجلات 20 طبعا للفي إكس والجي إكس. فتحة سقف، أضواء جانبية لفئة الجي XR. المقاعد مخمل، مراتب الصف الثاني طبعا يوجد بها ديفلوب. لا تنسوا دعمنا باللايك وشكرا.